بسم الله الرحمن الرحيم. من البداية اعتقدنا وأيقنا أن الاعتقال كان على خلفية سياسية فقط لانتصارنا لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ثم جاءت لائحة الاتهام لتمثل محاولة لتكميم الأفواه وجعلنا نفكر مليون مرة قبل أن ننطق بأي كلمة فيها نصرة لقضايا شعبنا. جاء جلسة اليوم لتؤكد أن هناك موقف واضح من قبل النيابة، طبعا من قبل الدولة، تجاه الفلسطيني بمقابل اليهودي الذي يقول كلام خطير جدا وكلام تحريضي جدا، وبالتالي لا يراد حتى تقديم أي نموذج على تقديم لائحة اتهام لأي يهودي قام بكلام تحريضي أكثر بكثير مما يقوله العربي. أيا كانت النتيجة، نحن على موقفنا، على ثوابتنا، على نصرتنا لقضايا شعبنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. هذا طريق اخترناه ولن نحيد عنه مهما كان الثمن.